من هنا تبدأ الانطلاقة الجديدة لمكافحة مرض نقص المناعة الإيدز في شبوة، ومن أكتوبر الجاري يبدأ تدشين أكثر من مركز لخدمات المشورة الطبية المتعلقة بهذا الوباء الفتاك، لا سيما في ظل تسجيل حالات إصابة حديثة بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة. رحنا إلى عدن وإلى حضرموت وشفنا أن أغلب الحالات في حالة كثير من شبوة، فيروحوا بحجة إن ما في مركز فعال عندنا بشبوة، فبإذن الله من بعد شهر 10 سيتم تفعيل مركز في شبوة وتفعيل عدة مراكز بإذن الله. في حالات كثير في حضرموت في عدن من شبوة، ولكن عندنا الآن في شبوة حالية مرصودة معنا احتمال 18 حالة في 8 حالات خلال أسبوع واحد فقط في شبوة. لمحة يعني موسعة نوعا ما عن مراكز المشورة والفحص الطوعي، وأيضا ثم تعرعني عملنا اسمها خطوة أخرى في موضوع توعية الكادر الصحي أو الكادر الطبي بشكل عام عن أن يكون يعني ذو قيادة وإرشاد في موضوع مكافحة المرض الإيدز. هذه الجلسات التحسسية التي ينظمها مكتب الصحة والسكان متمثلا في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز للكادر الصحي بالمحافظة تهدف إلى تعزيز نظام التحويل للحالات المشتبهة بالإصابة لخدمات مراكز المشورة والفحص التي سيتم إطلاقها خلال هذا الشهر. أرقام التي وصلتنا يعني تحفزنا على أننا نقوم نكون يدا واحدة من أجل الوقاية من هذا المرض، وإن شاء الله أننا نسعى بقدر الأمكان للحفاظ على المحافظة من أجل تفشي المرض هذا. نوعي من ناحية المرض هذا أنه مرض محتاج لعلاج والفترة يعني يشتي وقت طويل عشان يستقبل المريض هذا المرض، يعني شيء طبيعي، يعني ما نحاول نخوف أن هذا المرض معدي أو أنه يحاول نحن ننتقل. خلصت هذه الجلسات إلى أهمية التوعية الإعلامية بهذا المرض والتشديد على عمليات نقل الدم في المستشفيات والمختبرات وإكساب الطواقم الطبية ثقافة التعامل الإيجابي مع مرضى هذا الداء. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة.